شاركت في ندوة الغزو الثقافي مرة مع جريدة الثورة السورية العكس هذول طلاب المقاصد عملوا بلساني مشكلة في سوريا حتى أعضاء المجمع العلمي يعني اللغويين بينهم وبين اللغة خوش بوش أنا سيقول لك الذي يقول لك سمع يقول لك يعني لا يعض على حروف الثاء حقيقة هي مشكلة في سوريا جئت إلى المقاصد الإسلامية سنة 62 كنت أعلم العاملين والمقاصد في ذلك العام فأنا يعني عم تعلم قول الذي تعلم الحيث شو هذا يعني هذا أستاذ بعدين يوم بدي أخلص بقى من العقدة يعني مو معقول يضل أغلط بالحيث والدكتورة زايد أحمد مكي وفلان كذا قلنا لهم للطلاب شوفوا اثنين والله كل واحد بيزبط لي غلطة بهيدي الحروف الليتوية بياخذ مني علامة زيادة صور هوشت مين دعوته إذا ومن دعا الناس إلى سبه سبوه بالحق وبالباطل وكل ما حكيته لا علامة أستاذ علامة هاي من مقاصد الحش أنا بدأت ضبط حالي يعني ما بتقول حيث بتقول حيث لكن شو صار مطاردتهم إلي صرت قلت أيها الناس يعني احيانا عطى على السين واترك هل حصل شيئا من هذا لذلك ذكرت بين ال في لهجات استاذ خيوها لا انه بدي اقول الثوره بدي اقول الثوره السوريه قلت الثوره السوريه هلا الان لذلك ذكرت الحكايه اذا شاركت حق على الطلاب المقاصد ما دخلت على فكرة تشاغل لسبب من أيام قليلة طلاب المقاصد أو خريجو المقاصد في باريس دعوا محمد حسنين هيكل لإلقاء محاضرة في مركزهم بباريس حول مستقبل الثقافة العربية أو حول الثقافة وشيء من الأزمات وتحدث فيها حديثا خطيرا جدا ووضع نقاط على الحروف بقضية العراق وقضايا العراق منذ أيام قرأتها في جريدة إذا شاركت في ندوة الغزو الثقافي مرة مع جريدة الثورة السورية وشاركت بندوة قومية الفكر العربي ثانية في جامعة دمشق مع الأساتذة الدكتور صادق جلال العظم ورهفه وفي الندوتين كنت قارئا مبتدئا لكلمتي الثقافة والعرب وأكدت للسادة المنتدين أنني أتهجى حروف الكلمتين تهجيا أستثير به حنان المعلمين على المتعلم الغبي وكثير مرات استخدمت مع عبد الله طولوا بالكم على هذا الأبلة كنت أقول لهم هذا الكلام بالله طولوا بالكم على هذا الأبلة حتى نوصل إلى نهاية الأمر بعدين هذا استثارة الحنان إلى أن وصلنا بالآخر أنه الأبلة يعني له أب يعني الأبلة له أب وعريق النسب أما اللقطاء الذين لا يعرفون آباءهم تلك مشكلة هيك خلصنا بالنهاية يعني في ثقافة رقيقة وفي ثقافة عريقة فأنتم بالله طولوا بالكم على هذا الأبلة هكذا قلت في جامعة دمشق وفي جريدة الثورة إذا وفي الندوتين كنت قارئا مبتدئا لكلمتي الثقافة والعرب وأكدت للسادة المنتدين أنني أتهجى حروف الكلمتين تهجيا أستثير به حنان المعلمين على المتعلم الغبي وتحننوا علي وكانت النتيجة حبية وبدا لنا أن الثقافة في ترجماتها إلى ألسنة الأمم تظل تحمل سمات أمها العربية كما بدا لنا أن العربية كلمة ذات معارج روحية حتى مثل ما بيقول الشيخ بهجة طريف في كتابه الجديد إذن كما بدا لنا أن العربية كلمة ذات طبعا ذكر الشيخ بهجة طريف الآن من صميم الموضوع
أيضا من أزمة المثقف العربي في دائرتها وفي حواشيها. إذن وبدا لنا أن الثقافة في ترجماتها إلى ألسنة الأمم تظل تحمل سمات أمها العربية، كما بدا لنا أن العربية كلمة ذات معارج وأنها تحتضن الوجود وأبناء الوجود والموجد. كلمة عرب تحتضن الوجود وأبناء الوجود والموجد، فهل توافقون على بادياتنا أم توافقون على انتسابنا إلى حضراتكم أو إلى حاضراتكم زمانا وزمينا؟ زمانا وزمينا. شو حلوة هذه، لازم يصدروا فتوى بحقي عم استخدم بمحاضرة عربية كلمة عجمية. وزن فاعل حلو. وأحلى منه الناظر في المرآة. عفو المتمسكين بلغة سيبويه ونحوه العربيين. كمان نقرة جديدة انه معلم النحو العربي سيبوي وما سالك ما بيصير تستخدم كلمة فارسية. عفو المتمسكين بلغة سيبوي ونحوه العربيين، فقد استعرت كلمة زمين من لغته الفارسية، من لغة دكتور ايضا، ودفعتها في سياق الزمان لانني اراها احسن جناسا معه من قولنا المكان والزمان. الزمان والزمين، هاي المكان والزمان، لا يعني زوجيا شو رايكم؟ الزمان والزمين يعني الزمان والمكان. اذا لانني على الاقل، لانني مش لانكم، لانني اراها احسن جناسا معه من قولنا المكان والزمان، وارى بها مفتاحا لفتوحات لغوية تمهد للمثقف سبل المجاهدة لمعرفة العالمية التي تستكنها العربية، لمعرفة العالمية التي تستكنها العربية. نحن نعتقد أن العربية أم اللغات، ليس عصبية وإنما واقعية. هل قرأنا مادة عرب في لسان العرب مرة واحدة؟ أم هل جربنا استنطاقها نظريات معرفة وسياسة وأدب؟ أنا قادر على التوقف عندما تريدون. والله أشهد لكم بالجاذبية التي لا تقاوم، قبل أن أجيء من أنتم أقوى من 17 عاما من لسنيه، يعني شفعتم لي.